اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. واحد مصاب وواحد كويس، فناخد الكويس الاول. صبري سراج، ازيك يا صبري؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك الحمد لله كله تمام. المصاب ايمن جلبرت، ازيك يا كابتن؟ ازيك ايمن؟ كله تمام. ده في البيت طرقعت كده يعني كان في اللطيف بعد اللي هو ايه فجر احتفاليه الدوري. خلصنا احتفاليه الدوري، شفت بقى؟ كملت شويه، خدت عين الاهلاويه اليومين دول. يلا طيب صبري، يعني خليني ابدا معاك. الموسم طويل جدا الحقيقه، لكن خليني ابدا بقرار اعتذار، لانه انا احب الحلقات اللي زي دي. ليه؟ لانه الحلقات دي او الحلقات التلفزيون بيبقى فيها توثيق. صحيح. يعني انا لما اتغلبنا من سان داونز كلنا وقفنا مع بعض بعدها وكده، فجبت الحلقات دي موثقه مع جمهور الاهلي، وقفت جمهور الاهلي، وقفت اعلام الاهلي، وقفت خليتنا نرجع نبقى نحتفل بهذه البطوله. والسبب الرئيسي كان الاجازه اللي خدناها من السنه اللي قبلها. صحيح. السنه دي الاعتذار عن البطوله العربيه انا بعتقد ان هو نفس الفكره، وجهه نظري، ما اعرفش ايه رايك. بالتاكيد هو كان قرار منطقي جدا وحكيم، يعني فكره ان انت ما تلحمش المواسم في بعضها، ما تغلطش نفس الغلطه تاني، تحاول على قد ما تقدر ان انت تعمل جاب ما بين الموسمين وتاخد فتره راحه. صحيح مش هتبقى كافيه قوي، لكن هو ده المتاح دلوقتي. انما لو كنا لعبنا البطوله العربيه مع ضغط المباريات اللي فيها كل 48 ساعه بتلعب وعدد ماتشات كبير، والاهلي لما يدخل بطوله طبيعي ان هو بيفكر انه ياخد البطوله وينافس عليها، فما كانش هيبقى مقبول ابدا ان النادي الاهلي يروح عشان يخرج مثلا من الدور الاول ويرجع. مع ضغط المباريات كان متوقع جدا ان اللعيبه تيجي في نهايه الموسم اللياقه بتاعتها ما تبقاش احسن حاجه، انهم حتى يزهقوا. يعني احنا شفنا من اكتر من مباراه لما كولر قرر ان اللعيبه تاخد 48 ساعه راحه، ولا كاننا خدنا بطوله، احتفلوا بيه في الملعب وبقوا يشيلوه وكان في افراح، لان بس 48 ساعه راحه. فاللعيبه كانت واصله لمرحله، او بالتأكيد هي واصلة لمرحلة من الزهق كمان من بسبب تلاحم المباريات. أيه. والضغوط، ان هم كانوا محتاجين شيء من الراحة. فكان قرار حكيم جدا، ما بصناش او الفلوس ما زغللتش عين النادي الاهلي او ادارته، ان الجوائز الماليه بتاعت البطوله كبيره وبتاع. لا، الاهم بالنسبه لنا هي راحه اللعيبه عشان نقدر نعمل ان شاء الله الموسم الجاي بنفس القوه بتاعه الموسم ده وافضل، لان احنا طبعا الطموح دايما بالنسبه لنا بيكون اعلى. اذا كنا خدنا برونزيه كاس العالم فاحنا اكيد بنفكر ان احنا ناخد مركز افضل في البطولات الجايه، نحافظ على البطولات اللي احنا بناخدها او اللي خدناها في السنه اللي فاتت دي ونبني عليها اكتر. فهو قرار الحقيقه انا شايف ان هو قبل ما يكون قرار، يعني في ناس بتصفه بان هو قرار عظيم، هو قرار منطقي. يعني هو بس احنا مش متعودين ان احنا نفكر بالمنطق. صحيح. يعني فعشان كده هو اهميه القرار او البومنج اللي عمله القرار، ان القرار منطقي في زمن احنا في زمن اللا منطق زي ما بنقول. على رايك والله الواحد بيشوف حاجات غريبه. ايمن، ليه دايما رعايات النادي الاهلي، وده هنربطها باللي بنشوفه الحقيقه من اعداد الجماهير اللي موجوده في المدرجات بشكل عام في كل المباريات الاخيره اللي بتتلعب، من هنا اقدر اربط الرعايه ليه دايما للنادي الاهلي مختلفه عن بقيه الانديه؟ طبعا يا كابتن اسلام. لا، وكمان يمكن لو بنستكمل الحته دي بالبطوله العربيه تحديدا، يعني لان برضو هي زي حضرتك بتقول كده. لا، حضرتك قلت كلمه مهمه في اول السؤال، التوثيق. هي في حاجات بتوثق. النهارده كان يقال ودائما بيتم الترديد ان نادي الاهلي شعبيته في الخليج اقل من شعبيه المنافس، او ان شعبيه المنافس في الخليج هي اكبر، هي اضعاف، عنده جماهير اكتر في السعوديه، في الامارات. طبعا الامارات خلاص احنا شفنا، وقطر احنا شفنا، فما كناش شايفين في السعوديه. فالبطوله العربيه جت في ملعب، يعني البطوله العربيه بتقام في ملعبين صغيرين، لان في مدن درجه الحراره فيها تبقى كويسه للمباريات. يعني الملاعب تقريبا فاضيه باستثناء المباريات اللي بيلعب فيها النصر، اللي بيلعب فيها الهلال. فالنهارده ده توثيق ان انت النادي الاهلي لما بيروح يلعب بره مصر، بنشوف سواء مباراه وديه او رسميه، الجماهير بتاعته وشعبيته بتبقى عامله ازاي، والتهافت على التذاكر بيبقى عامل ازاي. صحيح. في حين ان برضو نادي مصري، نادي الزمالك، لما بيلعب برضو بطوله عربيه ما خدش نفس الحجم من الحضور الجماهيري، او ان التذاكر بتاعته بتبقى. من هنا بنقول للناس يا جماعه
الفلوس اللي الناس تقعد تقول اصل دلوقتي بقت ايه موضه كمان يا كابتن اسلام يقول لك اصل احنا معناش فلوس ومش عارفين اصل النادي الاهلي فلوسه كتير اصل النادي الاهلي ما بيجيب فلوسه ما اعرفش منين ايا كان الكلام اللي بيتقال. لا النهارده ده كل ده على ارض الواقع شعبيه النادي الاهلي جماهيريه النادي الاهلي النهارده والصفحه الرسميه للنادي الاهلي تحتفل بعيد ميلاد الكابتن حسن حمدي واحد من الناس اللي نقلوا النادي الاهلي في العصر الحديث اقتصاديا وتسويقيا. النادي الاهلي كده كده بيبيع التيشيرت بتاعه من سنين وعندنا صفحات تاريخيه على الفيسبوك بتجيب صور من ماتشات يعني في زمن اللي هو كابتن اسلام ممكن كانش في تلفزيون حتى في مصر بيصور ولكن كنت تلاقي ان تيشيرت النادي الاهلي بيتباع من زمان. النهارده كابتن حسن حمدي بدايه من اواخر التسعينات وفي بدايه الالفينات نقل الاهلي نقله اقتصاديه وخلاه براند. النهارده المجلس كابتن المهندس محمود طاهر كمل عليه، كابتن مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن محمود الخطيب كمل اكتر وبقينا الرعايات بتتضاعف والشركات بتتضاعف وبنشوف النهارده تروح كاس العالم للانديه براعي رئيسي ومعاك راعي رئيسي بتاعك بتروح تلعب السوبر المصري ماتش واحد بتطلع منه برعايه بمبلغ وقدره. فكل ده ليه؟ عشان الشعبيه بتاعت النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وارث النادي الاهلي. نقفل بس الحته دي يا كابتن اسلام ان نادي مانشستر يونايتد عقد الملابس بتاعه اللي اتجدد والناس تتكلم عليه انه عقد تاريخي لعشر سنين بنتكلم بمليار دولار. محدش مثلا بيطلع يقول هو ليه في شركه هتدفع لمانشستر يونايتد مليار دولار في عدد سنين وهو نادي مثلا بقاله خمس ست سنين عدد بطولاته اللي بياخدها قليل ما بياخدش بريمير ليج بقاله يعني فتره طويله بياخد ما بياخدش شامبيونز ليج بقاله فتره صحيح في موسم ما كانش ما لعبش اصلا في شامبيونز ليج راح لعب في الدوري الاوروبي خد مركز خامس في الدوري الانجليزي. لكن هنا الفرق ما بين ان انت بتاخد فلوسك من بيع الدوري حاجه ان حقوق الدوري لو الدوري ليه فلوس انت بتاخد جايزتك من الدوري حاجه وفي حاجه ان انت كنادي بتسوق اسمك ومنتجك وبتجيب منه فلوس دي حاجه تانية. انت لو بتحارب روح حارب قول والله يا جماعه الدوري اتباع ب 200 مليون جنيه وانا النادي بطل الدوري السنتين دول فانا المفروض اخد الجايزه بتاعتي كذا خلاص ده حقك. لكن ما تجيش تقول انتوا ليه بتدوا النادي الاهلي اكس من المبالغ وانا ما باخدش زيك. لا ده اسمه بص العصفوره ده انا بسمي الجزء صحيح. ده اسمه ما تاخدش انا فاهم الكلام ده كويس جدا وطبعا جمهور الاهلي كله فاهم الكلام بس احنا بنتكلم ان المشهد هذا المشهد في المدرجات في ماتشين هو كان ابلغ رد يا جماعه احنا ما بنتكلمش من فراغ يعني ده الواقع. الواقع ان النادي الاهلي لما بيلعب في اي مكان في العالم بنشوف جماهيره بتنجح هذه البطوله او هذه المسابقه خصوصا المناطق العربيه الحقيقه بالظبط يعني في المناطق العربيه النادي الاهلي له اسم كبير النادي الاهلي المصري طبعا له اسم كبير وكل هذه الامور. طيب ننتقل الى الصفقات صفقات النادي الاهلي صفقتين حتى الان امام عاشور ورضا سليم اعرف رايك وراي ايمن منطقيه طبقا للاحتياجات طبقا لطلبات كولر المراكز اللي هو شاف ان هي محتاجه دعم بعد ما تم بيع حمدي فتحي كان طبيعي جدا ان هو يفكر في لاعب نمره 8 يعمل ابجريد للمركز ده. ده مش معناه ان حمدي فتحي يعني بالمناسبه احنا بنقول لما امام عاشور المفروض ان هو ابجريد للمركز ده ده مش تقليل ابدا من حمدي لان حمدي اصلا ادى الحته دي وهو ما كانش بيلعبها قبل كده. يعني حمدي لاعب مركز 6 مهم جدا في الكره المصريه اصلا في اخر 10 15 سنه من افضل اللعيبه اللي لعبت في المركز ده لما صح. لعب في مركز 8 كان مهم جدا وقدم اداء كويس. لكن امام عاشور حتته مركز 8 المركز ده هو بيصنع فيه اهداف بشكل كويس بيقدر يسجل بشكل كويس عنده الملكه بتاعه المركز ده مش وظيفه او مش بتوظفه فيه هو خلاص من بعد ما كان بيلعب جناح الاول وبعدين لعب في الحته دي لا تناسب امكانياته اكتر نور فيها. فالحقيقه ان هو كان تعاقد مميز طبقا للاحتياجات الفنيه مش بتكلم على انها صفقه بتضرب المنافس ولا عن الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا ان هو يعني كلام الحقيقه ما ينفعش ان هو يتقال. الاهلي بيفكر في احتياجاته الفنيه لاعب مهم للاهلي فنيا فتم التعاقد معاه. في مركز الجناح سواء يمين او شمال احنا كنا محتاجين لاعب بمواصفات مختلفه عن اللعيبه اللي عندنا محتاجين جناح خط لان ما عندناش جناح خط كل الاجنحه اللي عندنا انفرتد كلها بتلعب بالقدم العكسيه وبتدخل للعمق عشان تسدد او تصنع سواء بيرسي تاو من اليمين او حسين الشحات او احمد عبد القادر كل اللعيبه اللي عندنا في الحته دي اللي هم بيلعبوا بشكل اساسي كلهم ليهم طابع معين انما ما عندناش لاعب بيلعب على الخط ويقدر يحط كروسات. فكان تعاقد مميز مع لاعب
السنه اللي فاتت قدم اداء كبير جدا في الدوري المغربي، ارقامه ومساهماته التهديفيه سواء بالتسجيل او الصناعه مميزه جدا، وخصوصا في صناعه الاهداف الكورسات بتاعته ممتازه. عنده حلول تقدر في ماتشات احنا ممكن نعاني فيها شويه اللي قدام الفرق المتكتله بالذات، ان هو يكون عنده اكتر من حل يقدمه جوه الملعب. فطبعا سنه صغير، فالحقيقه التعودات لحد دلوقتي ماشيه بخطى ممتازه وبتحقق طلبات الراجل. يعني الراجل هو بيقول انا عايز فلان، فلحد دلوقتي احنا فلان اللي هو قال عليه هو اللي بيجي. ايمن ده كمان يعني طبعا هاكد على كلام صبري وهنقول لجمهور الاهلي ان دي سياسه التعاقدات بتاعت كولر والنادي الاهلي هي ماشيه، عشان برضو الناس تعرف ايه، هتلاقي كل شيء فين المهاجم، فين الباك الشمال، فين الصفقات، فين يا نجم 20 صفقه 20 ليه؟ احنا السنه اللي فاتت ما كناش بالظبط. فهي الكولر خدنا كل حاجه الحمد لله. بالظبط الحمد لله. فهو كولر عنده، لا معلش اقول بس النقطه دي لانها مهمه، لان ما حدش يقول لك اسلام بيقول كده عشان ما فيش صفقات. لا لا لا، انا لما بقول كده بقول لانه دي كانت رؤيه وتم تطبيقها وبالتالي نجحت. ممكن تكون الرؤية السنة الجاية ان انا امشي 30 واجيب 30، الرؤية السنة اللي بعدها امشي 5 بس واجيب 5. بالظبط. فهي الفكرة كلها على حسب كل سنة يعني. بالظبط. فان كولر نفسه بيتفرج، يا جماعة كولر اي صفقة بتيجي النادي الاهلي هو الجهاز المعاون بتاعه بيقعدوا يتفرجوا هم على اللعيبة، سواء اللي بتترشح او اللي هم السكاوتنج حاطط عينه عليهم، هم الجهاز الفني كولر بيقعد يتفرج، بيقعد يتابع، بيحلل اداء اللعيبه دي كويس عشان يعرف هل هو مناسب لطريقته مع النادي الاهلي، هل هو مناسب للمركز اللي هو محتاج فيه ولا لا. هي يمكن في ميزه كمان يعني، وطبعا ممكن يكون بنشتغل عليها، ان حته الاجانب اللي تحت السن دي وارد يكون في تفكير للنادي الاهلي كمان فيها كابتن اسلام، لان ميزتها في حاجه واحده، ان انت لو عندك السنه الجايه السوبر الافريقي اللي هو دوري السوبر وبطوله كاس السوبر الافريقي وكاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا، الاربع بطولات دول الميزه اللي فيهم ان انت تقدر لو انت بس تعاقدت مع اتنين لعيبه كمان مع كريستو تحت السن، بالاضافه للخمسه اللي عندك فوق السن، الثمانيه دول تقدر تلعب بيهم براحتك خالص في البطولات دي، عكس في الدوري بيقول لك ان لازم في الملعب يبقى فيه خمسه بس، او القائمه بتاعتك يبقى فيها عدد محدد من الاجانب. النادي الاهلي في سياساته التعاقديه السنه دي اعتقد ان هو يعني بيدور على احتياجات معينه في مراكز معينه، ممكن طبعا يعني كل وقت كده بنعلن صفقه، بس احنا لسه الميركاتو عندنا طويل، فوارد ان خلال برضو الايام اللي جايه نيجي ونحلل بقى صفقات جديده مراكز جديده. ولكن حتى الان رضا سليم وامام عاشور يعني صفقات في اماكن الاهلي فعلا كان محتاج فيها تدعيم، ولان الموسم اللي جاي مزدحم ومضغوط جدا ومحتاجين ان ال 30 لعيب يكونوا بيرفكت وسوبر. يعني ايه اللي ممكن يتغير في مباراه المصري والاهلي بكره بالنسبه للمصري؟ حاجات كتيرة، اولها التعاقد مع كابتن علي ماهر، اسلوب لعب مختلف، في لعيبه كتير كمان مش ما بقتش متاحه للمصري في المباراه بتاعت بكره، فبالتاكيد التكتيك بتاع المصري نفسه هيختلف سواء باختلاف المدرب او حتى برحيل عدد كبير من اللاعبين. فاحنا بكره نشوف نسخه مختلفه او جديده من المصري غير المصري اللي احنا كنا بنتفرج عليه في الدوري. احنا معانا اكتر من شويه ارقام احنا محضرينها تخص المصري، سواء للعيبه اللي موجوده بالفعل او اللعيبه اللي رحلت، عشان نحاول نفهم الشكل بكره ممكن يودينا لحد فين. فاحنا المصري مفتقد بكره لجريندو، وده كان اهم سلاح هجومي في المصري يعني، ممكن يلعب على فكره هو خلاص يعني طبعا هو مشي راح البنك انتقل للبنك الاهلي، ودي خساره كبيره الحقيقه للمصري. في ربنا يشفيه دغموم رباط الصليبي، عبده يحيى خلاص رحل عن المصري، رجع المحل. ففي اكتر من لاعب، رجب عمران، بس خلينا نتكلم في الثلاثه اللي هم اهم الثلاثه دول، هم اهم ثلاث اسامي انا قلتها. جريندو لو يحضروا لنا ارقامه، الحقيقه ان هو كان يوازي ربع الفاعليه الهجوميه للمصري. المصري سجل السنه دي 43 هدف، منهم جريندو لوحده جايب 9 وصانع 2، يعني 11 هدف من 43، 25% من قوه المصري الهجوميه. ده مش هيكون متاح. اسلوب لعب المصري اصلا، ودي برضو حاجات من الارقام اللي احنا محضرينها، يا ريت بس يعرضوها لنا على الشاشه، كان بيعتمد دايما على الكرات الطويله للجناحين، فالجناحين دلوقتي مش موجودين. فالمصري بالتاكيد بكره هيغير بالظبط، فبالتاكيد هيغير طريقه لعبه. من اكتر الفرق اللي كانت بتلعب كرات طويله طول الموسم هم المصري.
اعتمادهم على الكرات العرضية الحقيقة ما بيبقاش كبير إلا لو عن طريق الكرات الثابتة. هي الأرقام قدامنا، أرقام المصري السنة دي، السنة دي كان المصري بدأ بداية مهتزة جدا، ثم بعد كده الأداء تحسن، لعبوا 39 مباراة حققوا الفوز في 14، تعادلوا 16 وخسروا 9، سجلوا 43 زي ما قلت من 89 هدف متوقع، وده رقم جيد يعني ما اقدرش اقول ان هو جيد قوي يعني 90 45 50% يعني نسبه 50% تقريبا، المفروض ان هي تكون فعالية اكتر من كده. استقبل 40 هدف، رقم كبير، وكان المفروض يدخل فيه 75 هدف. فالشباك النظيفه هم طلعوا ب 17 كلين شيت من ال 39 مباراه، ده رقم كويس. التمريرات الطوليه بقى، بص حضرتك 1925 تمريره طويله، ده يوريك قد ايه هم بيعتمدوا على الكرات الطويله من الياس الجلاصي للجناحين. عملوا منهم 749 تمريره، حوالي 39% النسبه، نسبه معقوله، مش وحشه بالنسبه للكرات الطويله. العرضيات الناجحه، العرضيات رقمها قليل قياسا بالتمريرات الطوليه، 695 منهم 164، اغلب الكرات العرضيه الناجحه بالنسبه لهم او السليمه بتبقى من الضربات الثابته. الياس الجلاصي بيلعبها كويس ودايما بيلعبها على الزاويه البعيده. من اعلى الفرق اللي عندهم مراوغات في الدوري 407 مراوغه ناجحه، عشان عندهم لعيبه كويس. صحيح، عندهم اكتر من لاعب، عندهم اكتر من لاعب، وجريندو طبعا عندهم اكتر من لاعب عنده القدره على المراوغه والمرور واحد لواحد. افتقادهم للعيبه دي بكره هيخلي شكل الاداء مختلف، خصوصا ان كابتن علي ماهر من المدربين اللي بيعتمدوا على التدوير والاستحواذ، وان هو بيلعب بشكل مختلف، مش من النوع اللي هو بي 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 بيقفل دفاعاته وبعدين بيلعب على التحولات زي ما كان بيحصل مع المصري. فاحنا بكره مش هنقدر نقول احنا هنشوف المصري بشكل عامل ازاي 100%، احنا هنستكشف، لكن طبقا للاسلوب اللي بيلعب بيه او متعود بيه علي ماهر ان هو يلعب بيه، هو فرقه بتحب الاستحواذ. هل ده هيقدر يحفظه لعيبه المصري في المده القليله اللي تولى فيها المسؤوليه؟ بعد ما الفرقه كانت بتلعب دايما كورتين ثلاثه وكره طويله بالظبط، المفروض من المفترض ان احنا بكره نشوف المصري مع علي ماهر بيلعب باستحواذ، المفروض كدا؟ طبعا المفروض، خصوصا كمان مع الغيابات، يعني مع الغيابات ان هو ما بقاش عنده الاجنحه اللي عندها السرعه والقدره على المرور، مش هيبقى متاح بالنسبه له ان هو يلعب على التحولات. ف بكره المصري هيكون اكيد شكله مختلف عن اللي شفناه طول الموسم. يعني ايمن الياس الجلاصي واحد من اهم اللاعبين في النادي المصري، كيف يمكن على النادي للنادي الاهلي ان يوقف الياس الجلاصي او خطورته؟ يعني هو طبعا الياس واحد من ابرز اللعيبه في الاجانب اللي جم في الدوري في الفتره الاخيره، هو لعيب مميز جدا. بنقول له هو ملك الاسيست في المصري، واحد من يعني اعلى اللعيبه، يعني دي ارقامه عموما في الموسم مش في الدوري بس. هو مسجل 5 اهداف، الخمس اهداف دول كابتن اسلام من ركلات جزاء، عامل 7 اسيست. هو بالمناسبه واحد من التوب 5 للناس اللي عملوا اسيستات في الدوري السنه دي، يعني زيزو، الياس، ورمضان صبحي، علي معلول، دول من ابرز اللعيبه اللي عملوا اسيستات في الدوري السنه دي. فالياس مميز جدا، هو المفتاح اللعب بتاعهم زي ما تشوف كده، ده الكي باسز بتاعته 68، وبالتالي هو من اكتر لعيبه اللي بتصنع فرص للعيبته في النادي المصري. ده عدد المراوغات الناجحه بتاعته في الموسم كله اجمالا 85 من 111 محاوله، لكن لو من 85 دول هو عامل 77 في الدوري، زي ما نقول كده هو برضه ملك الترقيص في الدوري، يعني هو اكتر لعيب في الدوري الموسم الحالي عمل مراوغات ناجحه. فده برضه بيديك انطباع ان اللعيب ده لما بيبقى معاه الكوره ما بيفقدهاش بسهوله، بيعرف يعدي واحد لواحد عشان خاطر يلعب الكروس بتاعه او التمريره الطوليه او التمريره الارضيه ايا كانت. يعني لو برضه هنكمل مع ارقام الياس هنجيب بس الرقم بتاع صناعه الفرص، ده رقم كبير قوي في طبعا في يعني كدوري 75 في فرصتين بيقدر يصنعه بشكل حقيقي، فرصتين حقيقيتين كل مباراه، ده رقم كبير في الدوري المصري. يعني ده كل ده ترجمته ان هو من اعلى اللعيبه اللي عامله اسيست، من اعلى اللعيبه اللي عامله فرص. بص كابتن اسلام هنا هي دي في مباراه فاركو، هو النهارده بص ضرب خط دفاع فاركو اللي هو مفروض ان فاركو من الفرق اللي بتدافع كويس، ضربهم بتمريره واحده لجريندو، تمريره باس واحد على طول
لجريندو بيلعب خلف الدفاع، دي كوره هو مشهور بيها على طول لما بيستلم الكوره من العمق. لو كملنا كمان فريم ده هنا ماتش الاسماعيلي، الكوره دي يا كابتن هو استحوذها اصلا. طبعا احنا جايبين صور عشان الحقوق، فهو استخلص الكوره دي من نص الملعب ولف ورجع وقف في المكان ده وبص برضو لجريندو. هنا بص في كام لعيب من النادي الاسماعيلي واقفين. الفريم اللي بعده هيوريك هو رمى الكوره ازاي. احنا هنا بنتكلم في يعني دي دايره نص الملعب. الفريم اللي بعده على طول هتلاقي ان الكوره لعبها في العمق بتاع دفاع النادي الاسماعيلي، وجريندو هو اللي عدى بقى اللعيبه دي وراح سجل الهدف. في الفريم اللي بعده هنا بص يا كابتن اسلام، دي اهو لعب الكوره طوليه برضو ما بين بيبقى مهاجم ما بين ثلاث مدافعين، بيستغل سوء تمركزهم وهو عينه حلوه. هنا المره دي عملها بالشمال، الكره اللي قبليها عملها باليمين، فبرضو دي ميزه عنده ان هو بيلعب برجليه الاثنين، بيعمل الكي باسس او الاسيست برجليه الاثنين. فلازم لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله في نص الملعب تبقى في حاله ان هي ما تسمحلوش بالمساحات دي. لو كملنا برضو فريم تاني هنا، دي كره ثابته جمله تلعب بالظبط، ان هو اللعيبه دي ارضيه بقى كابتن اسلام يا صبري. ده اللعيب اللي هناك ده هو باص الكره اصلا لالياس، بص بقى هنا لعبها للراجل اللي على الطرف ده، ضرب اربع مدافعين من حرس الحدود والراجل ده راح جاب هدف. فهنا النهارده بنتكلم عن التنوع في صناعه الاهداف. يعني الراجل ده هنا دي الكره الثابته كابتن اسلام اللي هو بيلعبها، وسواء الكره الثابته كانت من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، هو على طول الاوفر بتاعه على البعيده للراجل اللي بيبقى منطلق اخر واحد من لعيبه النادي المصري. فهنا النهارده ايه القصه من الكل اللي احنا بنقوله ده، سواء الارقام او الحالات، ان الراجل ده عنده تنوع في فكره الاسيست، في فكره الارسال الكرات الطويله او التمريرات اللي هي المفتاحيه، سواء على الارض سواء كرة طوليه من العمق من الاطراف. فهنا النهارده يعني دي محور من محاور لعب النادي المصري، النادي الاهلي اعتقد لازم يبقى عامل حسابه جيدا ان هو يتعامل معاها بالشكل الامثل. يعني سواء ان علي ماهر كمان معانا مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره برضو ممكن نستعرض ارقامه. هو طبعا يعني هو كسب النادي الاهلي في مسيرته مباراه واحده كمدير فني، للاسف هي برضو ذكرها مش كويسه لانها كانت في ربع نهائي كاس مصر قبل كده، كان ماسك الاسيوطي وقتها، كان الاسيوطي قبل ما يبقى بيراميدز، كان هو كسب النادي الاهلي 1-0. دي ماتشاته، هو كسب مباراه تعادل 3 خسر 7 سجل 7 واستقبل 17. لكن كابتن علي ماهر في مبارياته مع النادي الاهلي بيلعب اكتر على الدفاع، يعني صحيح. اكتر ان هو بيغير اسلوبه شويه، ما حتى شفناه مع فيوتشر في الماتشات اللي كانت ما بين الاهلي وفيوتشر، وبيلعب اكتر على الدفاع وبيحاول يلعب مرتدات. فهنا برضو فكره صبري ان ممكن يستعين بان المصري السنه دي بيلعب كتير على الكرات الطويله، فهو تبقى بالنسبه له اسهل لو هو هيقفل قدام الاهلي، بان دي اول مباراه ليه قبل ما يبقى عنده تدعيمات او الاسلحه بتاعته. هو لو ارتكن للدفاع زي ما بيحصل عاده، هو لما يلعب التحولات هيلعب على مين، خصوصا مع غير اللعيبه بتاعته. خلي بالك علي كابتن علي ذكي صحيح، من الممكن جدا ان هو تجد ان هو بيغير من مكان حد يحط حد، يعني هو مثلا اللي لاعب عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين صح، كباك يمين مع فيش حد يتخيل، كان بيلعب راس حربه تقريبا او كان بيلعب وينج زمان، كان بيلعب يعني ان هو يلعبه في هذا المكان برضه. هو عنده رؤيه ان هو يقدر يغير حد، ممكن عندك حد من الشباب هو مرن المصري قبل كده، عندك جريشة برضه لعيب كويس قوي في المصري اسمه جريشة حاجه جريشة يعني حسام جريشة حاجه كده، أيوة لعيب كويس جدا جدا، انا بشوف ان هو واحد من احسن اللاعبين اللي موجودين في الوقت، وعنده الباكين بتوع يعني كريم العراقي لاعب عدد مباريات مميزه جدا كباك رايت، حسين السيد في الباك ليفت، المدافعين يعني المصري تطور في الفتره الاخيره. يعني طبعا بعيدا عن خسارته الكبيره في نهائي كاس الرابطه 4-1، لكن هو بنتكلم لو بنقارن ما بين المصري في بدايه الموسم والمصري حاليا هو اتحسن كتير. فنش الدوري خامس دوري. قبل ما نتكلم هسالكم عن الطاقم التحكيم، خليني اقول ان الاهلي بيشكر الدكتور ابو عبله ويشيد بجهوده. وجه النادي الاهلي الشكر والتحيه للدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم عن الفتره التي قضاها وبذل خلالها اقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومه العمل العديد من الانجازات المحليه والقاريه، وهو احد ابناء النادي الذي لم يتاخر عند طلب الاستعانه بجهوده، وهناك ثقه بأنه سوف يلبي النداء إذا ما احتاجه ناديه بأي مرحلة وفي أي موقع، لأن هذه هي سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المراحل الفنية والإدارية والطبية التي يمر بها الفريق. كل مرحلة
منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة. إذن النادي الأهلي بيوجه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة ويشيد بجهوده. أروح معاك برضو صبري لطاقم التحكيم بقيادة كابتن عبد العزيز السيد، حطه لنا برضو يا شباب على الشاشة عشان نشوف. كابتن عبد العزيز السيد بكرة من الحكام المخضرمين في الدوري المصري أو في الكرة المصرية يعني، معاه على الفار كابتن عمرو الشناوي و مظبوط كابتن عمرو الشناوي. احنا يعني بنتمنى لهم التوفيق بكره ان شاء الله. اعتقد ان هم يقدموا باذن الله تكون مباراه كويسه ويكونوا موفقين في قراراتهم في المباراه. احنا يعني مش معتادين ان احنا نعلق على الحكام، ربما نناقش بعض الحالات بعد المباراه وده طبيعي، امر طبيعي، انما ما فيش موقف مسبق تجاه اي حكم لا اطلاقا. ده ما ننتقد، خلي بالك البرنامج ده اكتر برنامج دافع عن الحكام في ازمه المستحقات. صحيح، واحنا نتمنى ان الازمه دي تتحل. الحقيقه الحكام بقى لهم فتره طويله جدا ما خدوش مستحقاتهم، يمكن عدد مباريات وعدد شهور طويله جدا ما خدوش مستحقاتهم، والمبلغ اللي ليهم عن اتحاد الكوره كبير، وفي تسويف دايما، هتاخدوا فلوس كل اسبوع الجاي المره الجايه، هياخدوا منين هيجيبوا منين. فلما يجي الفلوس بتاعت رعاية الملابس، اما تيجي الفلوس بتاعت رعاية الملابس. فيعني نتمنى ان الازمة تتحل، ونتمنى ان يكون في معسكر قوي للحكام ما بين الموسمين يقدروا ان هم يستفيدوا بيه، ونشوف. لان يعني انا مش من النوع اللي دايما بروح لان الحكام عندهم توجهات، لكن الحقيقة ان احنا مستوى التحكيم عندنا بحاجة لانه يرتفع اكتر. فاتمنى ان المعسكر اللي هيتعمل ده، إذا هيتعمل معسكر يعني، يتعمل معسكر للحكام، يكون معسكر قوي والحكام يقدروا يستفيدوا منه بشكل كويس. احنا بنشوف في مش عايز اقول في اوروبا، لكن على الاقل في الدول اللي حوالينا يعني اللي زينا بيعملوا معسكرات وبيطوروا من اداء الحكام بشكل كبير. في السعوديه اداء التحكيم اتطور جدا، في الامارات اداء التحكيم اتطور جدا. فاحنا المفروض ان احنا دوري اقدم دوري تقريبا في المنطقه، ولينا سمعه كبيره في فعيب قوي، عيب ان مستوى التحكيم ينزل للمستوى ده. نتمنى ان شاء الله بكره ليهم مباراه موفقه، ونتمنى زي ما قلنا ان هم يصرفوا مستحقاتهم، وان يكون في معسكر قوي بالنسبه لهم، ونشوف الموسم الجاي تطور في ملف التحكيم. ايمن، انا الصراحه التحكيم ده صراحه صعب قوي يعني يا كابتن اسلام. للامانه انا يعني حتى الان انا مش حاسس ان الخبير الجديد بريرا يعني واخد يعني واخد وضعه او يعني حاطط ايده على الملف ده بالكامل. انا حاسس ان لسه الامور مش في ايده، ان هو لسه بيستكشف، لسه بيتفرج، لسه يعني انا حاسس ان الامور مش للامانه يعني. انا كلاتنبرج انا ما اعرفش ليه كان مزعل ناس كتير. انا عارف يمكن عشان كان بيعمل الفيديو اللي بيعمله ده وبيعلم الناس. يا جماعه الفيديو ده مش معنى ان الفيديو ده كان بالنسبه يعني بيوري الناس ان النادي الاهلي الاخطاء بالنسبه له اكتر من الاخطاء اللي يعني بيقولوا ان الاهلي بيستفيد من التحكيم. لا، اكتشفنا بالفيديوهات بتاع كلاتنبرج ان مثلا في مباراه كان غزل المحله السنه اللي فاتت واحنا كسبانين 2-0، لا ده احنا لينا ضربتين جزاء، وفي حاله طرد النادي غزل المحله مثلا ما تمش احتسابها واحنا كسبانين 2-0. يعني شفنا اكتر من مباراه ان التحكيم كان الاخطاء فيه مش لصالح النادي الاهلي، وكان في بعض المباريات الثانيه الاخطاء فيه يعني شفنا كده وكده، بس كان الاكتر ان الاخطاء فيه مش لصالح النادي. هل كان المشكله في الحته دي، ولا ان الراجل وقال لك اصل قعد بر؟ انا الامانه مش عارف كانت ايه المشكله بتاع كلاتنبرج ان هو يمشي جه بيريرا. انا لحد دلوقتي مش حاسس، وبيريرا هو موجود وقاعد في مصر، بس لسه مش حاسس ان في يعني تطور في مستوى الحكام بالشكل اللي يستحقه. ماتشات كتير فيها مشاكل، اخطاء غريبه. فنتمنى يعني زي ما صبري بيقول، احنا كل اللي نقدر نتمناه بكره ان طاقم الحكام يكون كويس، وزي ما حضرتك قلت مع الكابتن مجدي طلبه، احنا عايزين حقنا والنادي المصري يقطع. مش عايزين يعني مش عايزين حاجه غير ان الماتش يخرج بشكله الطبيعي، ما حدش يطلع من الضايق من المباراه تحكيميا يعني. لعنه الاهلي، واللي يجي على الاهلي ما يكسبش. ايه الموضوع؟ ترند اعتقد اللي من دول. طبعا الكلام يخص نادي الوداد بعد ما كسب الاهلي بالشكل اللي احنا شفناه في نهائي افريقيا البطوله قبل الماضيه يعني. خسر كل البطولات التاليه، ما حققش ولا بطوله خالص، ولا دوري ولا كاس ولا حاجه، ولا اي حاجه، لا افريقيا ولا محليا. الوداد نادي كبير طبعا، طبعا نادي دائما من الانديه الكبيره، ولكن يعني على سبيل الضحك يعني.
صحيح صحيح، هي بس الفكره ان في انديه كبيره وللاسف بترتكن لحاجات صغيره، يعني بيبصوا من منظور ضيق جدا ان كوره في ماتش فيطلع يعترض عليها، دايما في بيانات ضد التحكيم، دايما هم حاسين بمظلوميه ان الحكم مش معانا، الحكم الحكم الحكم، دايما بيروحوا للحته دي، ودايما مشاكلهم كلها متعلقه بالتحكيم. فيمكن جمهور الاهلي لانه شاف الظلم اللي وقع على الاهلي في البطوله قبل الماضيه في افريقيا، فتندر او قرر ان هو يهزر في خساره الوداد لاكثر من بطوله، اخرها خروجهم من البطوله العربيه. الحقيقه ان هم برده ما قدموش الاداء القوي يعني خلال البطوله اللي يخليهم يكملوا، حتى لو كانوا صعدوا كان خروجهم بالنسبه لي كان هيبقى مساله وقت، يعني هم فرقه كبيره وكل حاجه، لكن هم مش في حالتهم الطبيعيه بقالهم سنه، فخروجهم من البطولات المتتاليه دي وخسارتهم للبطولات المتتاليه دي بالنسبه لي امر منطقي يعني. طيب اسمع منك برضو ايمن. لا هي يعني هو ترند لطيف، لان اللي حصل يعني تاني نادي الوداد كنادي وداد ما مش هو اللي اختار انه يلعب الماتش الواحد في نهائي 2022 في ملعبه، ولكن يعني الناس عنده ساعدوا ان يهيئوا له الظروف انه يكسب فيها البطوله، فسبحان الله هو كسب البطوله دي اللي هم كانوا فعلا يعني مستنيين، يعني هم 2022 دي بطوله كانت بالنسبه لهم قاعدين مستنيينها يعني. من بعد البطوله دي لعبوا في نهائي الكاس في 2022 خسروه، بعد كده كاس السوبر الافريقي خسروه من فريق مغربي، في لعبوا كاس العالم للانديه في المغرب خسروا اول مباراه، دوري ابطال افريقيا الحمد لله النادي الاهلي خد ايه بطاره، جينا بعديها على طول الدوري خسروه في اخر جوله باقدام لاعبنا الجديد رضا سليم، هو اللي خلص ماتش الجيش الملكي اللي كان الاخير والوداد، فايه خلص الوداد خسر الدوري في سيمي فاينل الكاس خرجوا من الرجاء، جينا النهارده البطوله العربيه خرجوا من المغربيه، هي صدفه يعني الصدفه ان هي كل ده بيجي بعد نهائي. فالنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي زي العاده يعني بيحب يهزر، ولكن طبعا احنا عمرنا ما بنتمنى كره القدم على فكره ترى ما حدش بيخرج على الناس دي حاجه لطيفه وحاجه حلوه. ليه النادي الاهلي دايما بيفوز بمعظم البطولات في حين ان الانديه الثانيه اللي هي برضو انديه كبيره دايما او عاده لما بتحقق بطوله او بطولتين ورا بعض بتهدى؟ بالظبط، كان في كابتن احمد حسام ميدو كان من فتره اتكلم على ان الاهلي بيفوز بالبطولات بقانون الجذب، وناس ضحكت وهزرت وبتاع، دي حقيقه، دي حقيقه. احنا بنخلص بطوله واحنا تاني يوم او من بعد صفاره الحكم وخلاص استلمنا الكاس، احنا كل مشاعرنا وكل جوارحنا وكل دماغنا بتروح للبطوله اللي بعدها، سواء جمهور او اداره او لعيبه. صح، فهو الاهلي دايما عنده، صحيح الاهلي دايما عنده دوافع متجدده، ما بيشبعش بطولات، بيخلص بطوله وبيفكر في اللي بعدها، لذلك هو النادي الاهلي ولذلك احنا فارقين عن كل الانديه المنافسه باميال. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بكره زي ما حضراتكم عارفين قبل مباراه الاهلي والمصري بساعتين على الهواء مباشره هيكون معاكم كابتن ايمن شوقي، كواليس ما قبل بدايه مباراه الاهلي والمصري. هذه المباراه الهامه جدا، نهايه موسم تاريخي للنادي الاهلي، ان شاء الله مع بدايه الاسبوع القادم هنعمل لحضراتكم زي تجميع كده لافضل البطولات او للبطولات اللي خدها النادي الاهلي بقى في كل الالعاب، عشان تعرفوا بس حضراتكم قد ايه ان هذا الموسم هو موسم تاريخي. كل ادارات النادي الاهلي المختلفه، مجلس الاداره طبعا وادارات الاهلي المختلفه في النشاط الرياضي واداره النشاط الرياضي واداره الكوره في النادي الاهلي، الكل يستحق التحيه ان شاء الله، ده نبقى نوريه لحضراتكم ان شاء الله يوم الاسبوع القادم. انا بشكرك جدا يا صبري على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا ايمن، والف سلام عليك. الله يسلمك، شكرا كابتن. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله مع بدايه الاسبوع القادم التقي مع حضراتكم وحلقه جديده من البيت الكبير.